الفنان المصري محمد متولي، ولد عام 1945. اسمه الحقيقي محمد محمود متولي أحمد، وهو ابن محافظة المنوفية وتحديدا مدينة شبين الكوم. انتقل وهو صغير مع أسرته إلى محافظة الإسكندرية وتابع هناك تعليمه، ثم التحق بكلية دار العلوم وتخرج منها لأنه أحب العلم، لكنه عشق التمثيل منذ أن كان صغيرا، فقدم عدد من المسرحيات على مسرح المدرسة، وهو ما دفعه بعد ذلك إلى أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن أنهى دراسته في كلية دار العلوم. ومن هنا بدأ مسيرته الفنية، وتميز الفنان محمد متولي بطريقته وحضوره الذي جذب إليه حب الجماهير. تزوج من زميلة له في كلية دار العلوم ورزق منها بابنتين، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، وتوفي في فبراير عام 2018 عن عمر يناهز 73 عاما. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد متولي. عائلة الفنان محمد متولي خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم إن ذلك لم يكن السبب في وفاته، إذ كان يعيش بشكل طبيعي، لكنه أصيب فقط بدور برد قبل رحيله بأيام. خمس أدوار في حياة الفنان محمد متولي، أبرزها كشف شخصيته الحقيقية على التلفزيون. اتسم الفنان الراحل محمد متولي بأدائه القوي، فقد استمدت شخصياته من بساطته، فكان اختياره لأدواره متقنا بشكل محكم، فطار تجده محاميا يدافع عن البسطاء مقابل ما يكفي لشراء قوت يومه، وأخرى بيبدو حاقدا على أخيه كارها لزوجته دون أن يدري مصيره السيء الذي يحمل له الجزاء. ولا مانع من ظهوره في مشهد كوميدي وحيد بأحد الأفلام السينمائية، تاركا له بصمة لا ينساها الجمهور بعد 10 سنوات من إنتاج الفيلم. وبالرغم من ظهوره المتقطع والذي وصفه هو في تصريحات صحفية سابقة، حيث استطاع الراحل محمد متولي أن يصبح نجما يسطع في سماء الدراما بعيدا عن الدور الأول، ليكون شريكا في أبرز الأعمال الفنية على شاشة التلفزيون المصري. عرفت جمهور الفنان الراحل محمد متولي من خلال دوره في الرائعة الدرامية أرابيسك، حيث نجح بجدارة في جذب عقول المشاهدين من خلال تصرفاته البهلوانية. فكان الأفوكاتو مصطفى بطاطا صاحب الضمير الذي تخلى عن وظيفته في النيابة ليدافع عن الغلابة، يطلب وجبة طعام من عند ضبة وكيلو عنب مقابل أجره عن قضايا حسن أرابيسك خميس عامر. بالرغم من ملامحه الهادئة، إلا أن اتقانه للتمثيل مكنه من تأدية دور خميس عامر في مسلسل زيزينيا، ليمثل مشاعر الحقد والغيرة من أشقائه والطمع في بياضة لإثبات رجولته التي سرعان ما استطاعت التحكم فيه خلافا لتخيلاته السابقة عن فرض سيطرته عليها، حتى أصبح لقمة سائغة في أفواه الأهالي والجيران يتحدثون عنه بالسوء من خلف ظهره خوليو. بالرغم من أنه ليس دوره الأول، إلا أنه الأشهر للفنان الراحل محمد متولي والأقرب إلى قلبه في نفس الوقت، فقد رسمت شخصية خوليو صفات الجدعنة والشهامة التي اتسمت بها الشخصية في تعاملاتها مع مرزوق وبركات الثور شرابي. ظهر الفنان محمد متولي في الرائعة الدرامية المال والبنون، حيث جسد الثور شرابي الكادح الذي يتمنى أن يكون ولده محمود ضابطا مثل هؤلاء الذين يعطون الأوامر على مدار سنوات خدمته. ولا تغيب في ذلك الدور شخصيته البسيطة التي بدت من خلال مساعدته لأهل خان يوسف الحاج إسماعيل. وأخيرا ظهر الفنان محمد متولي بدور الحاج إسماعيل في فيلم مطب صناعي، حيث دار بينه وبين ميمي الذي جسد دوره النجم أحمد حلمي حوارا حاول فيه الأخير إقناعه بتنفيذ ما يريده من خلال إيهامه بأنه يرفض طلبه تخوفا من الناس. وقد تميز في هذه الشخصية بتلقائيته. وعن هذا الدور قال الفنان الراحل محمد متولي في تصريحات صحفية سابقة أن هذا الدور تسبب في وضعه في مواقف مضحكة كثيرا، حيث قال له أحد جيرانه الحاج إسماعيل بيرجع في كلمته دايما. الفنان المصري محمد متولي لديه ابنتين، شاهد الفنانة سمر ابنة الفنان الراحل محمد متولي، تشابه ملامح الوجه فضلا عن حركات يديه ونظراته وتعبيرات وجهه الذي اتسم بها. كان اللافت في حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي
عن الفنان الراحل محمد متولي وابنته الفنانة سمر، فبدأ الجميع يشاركون عبر حساباتهم على السوشيال ميديا العديد من الصور التي تجمع بين الفنان وابنته، متحدثين عن الشبه الذي يجمع بينهم. وكان من ضمن الذين تحدثوا عن الفنان وابنته الإعلامية مي العيدان، شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة للفنان محمد متولي وابنته سمر، وأرفقت تعليقا على الصورة قالت من خلاله: صورة سمر ابنة الفنان محمد متولي الله يرحمه، سبحان الله، واخد عينه ونظرته. والتي تفاعل معها متابعي الإعلامية متحدثين عن عمق الشبه بينهم وكأنهم نسخة طبق الأصل. سمر ابنة الفنان الراحل محمد متولي، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، درست فن الجرافيك بالجامعة وبدأت حياتها كفنانة تشكيلية. دخلت مجال التمثيل من خلال المشاركة في بعض الورش التمثيلية، حتى أتيحت لها فرصة الانضمام لمسلسل فيفا أطاطا مع الفنان محمد سعد والفنانة إيمي سمير غانم. كانت قد تحدثت خلال استضافتها في البرامج التلفزيونية عن كواليس أولى أعمالها الفنية ومشاهدها مع إيمي سمير غانم، حينما كانت ترتدي ملابس فلاحي بجملة مبروك يا فتحية، ولكن لم يكن يظهر صوتها في الجملة، حتى أخذت مشهدا آخر بجملة أكبر: مبروك يا فتحية فرحين في أسبوع واحد. كانت سمر لا تحب الظهور أمام الكاميرات حيث كانت تشعر بالتوتر. شاركت سمر في مسلسل شبر مية بشخصية نيلي. كانت تحدثت سمر عن كواليس علاقتها بوالدها خلال مكالمة هاتفية لها في إحدى البرامج التلفزيونية، حيث قالت: كان دايما يقول لي أحلى حاجة في حياتي ضحكة بناتي. وخلال استضافتها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت عن والدها الراحل قائلة: بابا أول من شجعني على التمثيل كان بيخلينا نركز في تعليمنا وعلمنا نعتمد على نفسنا، اللي يبقى عندنا مبادئ وما نبقاش سهلين، كلمة تودينا أو تجيبنا. ولما خلصت جامعة قلت له عايز أمثل، وبالفعل مثلنا سوا.